مساء الخير عليكم أحبابي، أتمنى تكونوا بألف خير. أول حاجة شكرا بزاف بزاف للرسائل اللي كيوصلوني وتضامنكم معايا ولاد بلادي، شكرا بزاف بزاف. والله ما كنتش متخيلة أنني عندي هذه الكمية ديال الجمهور يعني ومسانديني ومضامنين معايا، كنشكركم بزاف بزاف. الكلام اللي غادي نقوله دابا موجه، راكم عارفين لمن أنا موجه، داكشي علاش غادي نهضر باللهجة العامية باش كلشي يفهمني. شوفوا سبحان الله، من 2016 وأنا ومتكتمة على الإهانة والأذية اللي تعرضت لها أنا والبنات المغربيات، وقلت لهم ما تطلعوا بأي تصريح، أنتوا بس قولوا حسبي الله ونعم الوكيل، والله طبعا ما بينسى أي حد. وقلت ودعيت قلت يا رب اللي فضح عرضي الله يفضح عرضه بالدنيا قبل الآخرة، وشوفوا الله عمل سبب وانفضح كل شيء. ما تفكروا اني انا مبسوطة ولا فرحانة على الاشياء اللي صارت او شمتان على الفضيحة، مش فضيحة، مش انا اللي فضحتكم، الله اللي فضحكم. سنين ومنين وناس قبلي صار معهم نفس الشيء، بس ما قدروا، ما كانت عندهم جرأة انهم يدافعوا على حقهم، بس انا دافعت على حقي. انا مش مبسوطة لانه العشرة ما بتهون الا على اولاد الحرام، انا كنت اعتبركم اهلي، كنت اعتبركم انت بالاخص يا خالد مقداد، كنت اعتبرك بمثابة ابو، كنت أعتبر أولادك بمثابة إخواني، عطيت هدايا أشياء مغربية، كنت معاكم بنية خالصة وبقلب أبيض، بس أنتوا جرحتوني وكلامك صدمني. كنت تقولي أمينة أنت بنتي وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وأي شي بدك يا خبريني، وأنت كل شي، وأنت بمثابة بنتي جنى، وأنت كذا وأنت كذا، بس بالآخر طلع وتشتهر بسمعتي، عيب والله عيب عليك. عندك أولاد وعندك بنت، فهذه عبرة لكل واحد، اللي بيفضح أعراض الناس ربنا بيفضح عرضه في الدنيا قبل الآخرة. وأنت يا أستاذ خالد عاتبتك عتاب المحب لأنك بتدرجه الأكبر مني، ولساتني بحترمك ولو أنك شوهت سمعتي، بس أنا بعدني بحترمك أوكي، لأنك بمثابة أبوي، فالمفروض انت اللي تعرف بينك وبين الله وتعرف الدين الصح، وان قناتك قناة تعبر عن الحشمة والالتزام، ما كان عليك تشوه سمعتي وتدل على حقائق كاذبة وتكذب على نفسك وتكذب على جمهورك وتكذب على الله، عيب والله عيب عليك. كان عليك تجي تقولي أمينة والله الأشياء اللي انت بتعمليها غلط، ما يصير هيك يا أمينة، الله يهديكي، مو تشوه سمعتي لأنه حرام وعيب عليك. بس بالآخر أنا ما حلومك، حلوم زوجتك، لأنه زوجتك اللي بلاك الله فيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، زوجتك بلاك الله فيها، السيدة الكريمة مروة حماد، واللي أنا مش أول ضحية ولا مش أول واحدة تتعرض للإهانة والسب والأذية، مش أنا أول واحدة، في كتير بنات قبلي أوكي. فهذه عبرة إليك يا أستاذة مروة، اللي بيتكلم بأعراض الناس ربي بيفضح عرضه، وهالشي اللي هذه هي رسالتي حاليا، وهذا اخر شيء، اخر شيء حتشوف يعني هذا اخر ستوري حنزله عشان القناه، وبكره ان شاء الله عندي لقاء، لانه في كتير ناس ما عجبوهم، في كتير مغاربه ما عجبوهم انك انتم هنتونا نحن كمغربيات، وان شاء الله بكره عندي لقاء وفي تصريحات ان شاء الله جديده. يلا سلام عليكم. واخر حاجه قبل ما نمشي، هذه ماشي عبره قناه طيور جنى، عبره للناس اللي كيضلوا النهار كله وما تيسبوا في عباد الله ويسوءوا الظن فيهم وكيجرحوهم وكيهضروا وكيتكلموا في عرضهم، ربنا راه ما كينساش، الله راه ما كينسى حتى شي واحد، كل واحد كيتحاسب، وكيف ما قلت لكم اللي فضح اعراض الناس ربي كيفتحوا في الدنيا قبل الاخره، فجيو على الاخره ديالكم، وكفاكم تهضروا في اعراض الناس وكفاكم تسبوا الناس وكفاكم تنمر.